ايه رأي حضرتك ان احنا دلوقتي نرد بقى على الأسئلة اللي بعتوها الجمهور؟ ايوه نرد. مش بس تكون اللعبة وخلاص ايوه يعني. طيب، هو في ابراهيم كمال باز ده يعني عاوز يوصل السلام لحضرتك. الله يسعدك، ربنا يخليك. وبعدين عندنا باسم الشافعي بيقول ان هو بيقول انا بجد بهني الفنانه مها بشفاء اخوها الفنانه عزت ابو عوف، وبقول لها الحمد لله على سلامتها. الحمد لله. وتاني حاجه عاوز اسالها، ايه رايها في الفن عامه حاليا وفي المسلسلات والافلام اللي بتتعرض حاليا؟ هل ده فن فعلا راقي ولا ملوش علاقه بالفن؟ رد حضرتك ايه؟ بصي، في التلفزيون اوكي، يعني انا بقول التلفزيون والمسلسلات حقيقي يعني في تطور جامد، وفي قصص بقت حلوه، وفي للاسف السينما لا. مش راضي عن السينما بس راضي عن التلفزيون. حقيقي يعني الرقي بتاع السينما لا، يعني منحدر حبتين لغايه دلوقتي. ارجو في المستقبل انه يبقى تحسن. يعني شايفه امل في ده؟ شايفه امل. يعني احنا عندنا منتجين صغار طالعين ما شاء الله عليهم، مخرجين صغيرين ما شاء الله عليهم، ممثلين صغار ما شاء الله عليهم، سيناريو يعني سيناريست بيكتبوا ما شاء الله عليهم بجد. فالمشكله في الاختيار القصص، يعني زي ما كنت لسه بقول كان في برنامج قريب ان احنا كفايانا بلطجه، عايزين نوري الصوره الحلوه بتاعت مصر، مش عايزين نوري الصوره الوحشه. زي ما كل العالم بيوري الجمال بتاع بلدهم والجمال اللي عندهم والحب اللي بينهم، احنا لازم نوري ده، احنا اجدع يعني منهم واحلى ممكن منهم. ممكن نقول ان الخلل هنا فين؟ مين اللي بيختار؟ دور الكاتب ولا دور اللي بينتج؟ الاثنين طبعا. يعني النهارده ما عندناش منوعات، يعني زمان كان في كل انواع، كان عندك البلطجه وكان عندك الموسيقى وكان عندك الحب وكان عندك السياسه، يعني تختاري اي فيلم تخشي. لكن النهارده كفايانا بقى سكاكين وكفايانا دم بجد، كفايه وحتى للنفسيه صعب طبعا، كفايه. وليه كتاب للناس بالظبط؟ ما وري الصوره الحلوه والناس الطيبه والناس الجدعه، يعني نوري شويه بقى من 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 مصر الحلوه. صح، يا ريت والله، يا رب ان شاء الله. طيب، في كمان شاكر بيقول لحضرتك السلام عليكم، لو امكن تبلغيها ان ازاي محافظه على رشاقتها وجمالها على مدى حياتها، وان الواحد ما يقدرش يفرق ما بينها دلوقتي وما بين اي سنين في حياتها. يا ده ده جميل قوي ده. يعني شاكر قولي بقى لشاكر. ميرسي يا شاكر، اولا بجد يعني دي مجامله جميله منك، لكن والله ما بعمل حاجه، يعني انا بحب كل الناس. انا بحس فعلا ان الواحد نفسيته حلوه بيبان على وشه وعمره يكبر، لو حتى عاش الحمد لله. الحمد لله. صح ولا الحمد لا؟ لله. وما يقعدش يحسد حد. لا طبعا لا لا، بس انت اللي بتحسديه ده ممكن يكون يعني اسخن منك، يعني حقيقي، يعني انت ما تعرفيش ايه ممكن البني ادم ده بيكون حاسس بايه من جواه. ممكن يكون مبتسم على طول وتقول لا انا مبسوط، بس عنده مشاكل دنيا واخره. فما الواحد ما يحكمش بالمزه وما نحسدش. صح. ليه؟ الحمد لله على كل حاجه. ربنا يديم على حضرتك نعمه. الحمد لله. في اشرف شريف بيقول مها من الفنانين اللي نفسي اعرف منها ادق التفاصيل في حياتها والعلاقه الجميله اللي بينها وبين الفنان الجميل عزت ابو عوف واسرار اول حب. انا اعتقد اتكلمنا. قلنا في حاجه عاوزه تضيفيها حضرتك في الحته دي؟ لا ماشي. في دكتور محمد بيقول ربنا يحفظها يا رب ويبارك فيها، لما بشوفها على الشاشه بحس انها حد قريب مني قوي وبعشق عفويتها. الله، حضرتك بتشوف فعلا انك عفويه تلقائيه. مش بتستخدمي التفكير ولا في حاجه خالص قبل ما تعملي الحاجه. وبتحبي ده، مش بيوقعك في مشاكل؟ اكيد بيوقعني في مشاكل طبعا، لان ساعات ببقى
زي ما عايزه تقولي انت عامله زي تروبش كده لا ساعات وبالذات لما اكون بندافع على حاجه معينه تلاقيني يعني ممكن اجرح بس ما بكونش عايزه اجرح بس بواجهه بحقيقه معينه اللي بتحسي بيه بتطلعي ما بفكرش يعني وعايزه تقولي يا بنتي فكري ادي العشره يعني ما تندفعيش كده في ناس هتقبل وفي ناس مش هتقبل اقول له مش هقدر اكذب مدام يعني سألني مساعدة أو سألتني مساعدة لازم أبقى صريحة مش هتحق لازم أبقى صريحة. في أحمد دال مانو بيقول النجمة مها أبو عوف أنت أخت عزة أبو عوف والله يعني سؤال في أسامة المصري بيقول أنا بحبها قوي ويا ريت أعرف إيه آخر أعمالها الفنية وفي أعمال جديدة ولا لسه. احنا بنصور حاليا الجزء التاسع والعاشر من راجل وست ستات وان شاء الله يعني في مشروع ان احنا نخش نكمل ساحرات الجنوب. طيب في في محمد عزو او عزو مش عارفه مين اكتر واحد بتحب تمثل معاه من الفنانين؟ لا بصي انا الفنان اللي هيطلعني معاه او مش هيطلع يعني اللي هيطلع احاسيسي بالصدق يعني الممثل الجامد بحب اشتغل مع ممثل جامد اللي هو يبقى فيه منافسة فاهمة كده المنافسة حلوة طبعا اللي احنا ندي وناخد مع بعض وفي كتير طبعا ما شاء الله يعني والحمد لله الحمد لله الحمد لله انا كل اللي اشتغلت معاهم كده اللي هو مش بيوقعك بيرفعك بيخليك تدي اللي عندك اكتر فده انا احب اشتغل مع الممثل في احاسيس جوه حضرتك يعني حسن ليه لسه ما طلعتش طبعا محتاجه ان انت تخرجي واي فنان لا يمكن هتكوني اخدتي كل اللي فيه لا يمكن ماشي. في كمان ياسر لا مجدي ميشيل بيقول اساليها ازاي بتسحر جماهيرها بعمل لهم اعمال لا ده حب ربنا ده الحمد طبعاً لله ربنا بيحب وحب فينا الحمد لله الحمد لله. في حماده رشدي بيقول حابب اسالها ايه العمل اللي جاي ان شاء الله ومع مين ده راجل وست ستات. هنا ياسمينة محسن بتقول انا عاوز اسالها هي ازاي قادره تحافظ على رشاقتها وحب الجمهور ليها. بص موضوع الرشاقه ده والله ده انا تخمنانة جدا. طيب واموله بتقول انا معجبه بيها جدا ورانيا بتقول عايزه اسالها ايه اصعب موقف مرت بيه في حياتها وكانت حاسه وقتها انها مش هتقدر تتغلب عليه وحصل العكس. حلو السؤال ده. موقف في كتير بس اللي هو ان انا مش هقدر اطلع منه يعني كنت حاسه كده وقتها وفاه ابن اختي حاسه وقتها مش طايقه بس عديتي لان دي كانت شوك 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 جامد يعني كان وبعدين متربي معانا احنا الاربعه يعني فكان ابننا احنا الاربعه فيعني دي كانت فعلا انا حسيت ان الدنيا وقفت هنا خالص. ربنا يرحمه. في حموده بيقول عايزه اسالها ايه هي اضرار الشهره. حلو قوي السؤال ده. اضرار الشهره هي مش اضرار يعني لو عشان لما تخشي الفن لازم هتكوني حباه قوي لان ما اقدرش اقول لك اضراره مسؤوليته جامده قوي فلما تبقي الشهره بتخليكي مش ملك نفسك ما تكونيش حره نفسك لازم تكوني شيء حلو يعني لازم تكوني شيء حلو لجمهورك ما تاذيش يعني ما تاذيش مشاعر يعني انت ما بتكونيش ملك نفسك لما بتخرجي بتقدر يعني بتلاقي بقى اللي عايز يتصور معاكي واللي عايز هي دي مش هقدر اقول لك انا هقدر هي مسؤوليه وانا اتحملها ليه لان انا اخترت ده بالظبط انا اخترت الاختيار ده فلما اتجوزت اللي قبلك جوزي كان بيتضايق يعني ما فيش برايفسي يعني انت قاعده انت المفروض ان لا ما فيش لان ده بيبقى بتشوف فيه حد بتبقي حباه فعايزه تتصوري معاه ما تقدريش تقولي فانا من دي ما اقدرش فدي بتبقى مسؤوليه مش اضرار. نعم. طيب وبيختم سؤاله وايه هو اول طريق النجوميه؟ ظاهر حموده ده عايز انا عايز اشتري النجم ايه اول خطوه للنجوميه؟ اول طريق النجوميه اول خطوه انك اولا انك
تنجح في عملك، يعني انك مثلا لو حد ادالك فرصه انك تثبت وجودك فيه، ولو اثبت وجودك فيه وربنا فتحها عليك اجري من الغرور. اجري طبعا، الكبر بيدخل النفس طبعا وبيبان وبيبان صح. الا الغرور، الغرور وان انا النهارده بقيت او انا او انا الفن ده يعني لازم تكون محترم مواعيده، مش عشان انا بقيت ستار انا ماليش دعوه بالناس اللي هناك مستنيني. ان الاحترام ده عشان تبقى فنان محترم نجم محترم لازم تحترم العمل بتاعك في اي مجال مش بس الفن. شكرا بجد لحضرتك.